كل متابع حاسه مشاهدي ان منصة حصلت شوف معكم زي فرجة تجمع مرة بحضراتكم تفاعل يعني نارية بتهبط عربية مرة بتقول واحدة ايه؟ صحيوا على خبطة انا العربية، لسه خالصة تعالوا بينا السفرية نتعرف طبعا نشوف ايه التفاصيل. من ميعاد نوم، سمعت صوت خبطة في الشارع كأن انفجار. قمت جريت انا واختي على هنا، لقيت عربيتي راكب عليها عربية تويوتا. نزلت اجري في الشارع بصراحة بهدومي حافية، لقيت بنت جوه العربية والعربية مقلوبة وعربيتي انا متفشفشة، مراية أمامية وإكسدام ودورة المية والفوانيس والشباك الشمال والمرايات الجانبية وكله. فأختي جرت، الناس في الشارع الكومباوند نزلوا من بيوتهم حاولوا يتكلموا مع البنت، لقوها هي أجنبية ولوحدها في العربية. فهادية نزلت اتكلمت معاها بالإنجليش تساعدها، كسروا الإزاز وقعدت تقول لها يعني افتحي الـ open your right lock وتغطي على زرار اللي على إيدك اليمين وكده، وطلعتها ساعدتوها. ساعدتها هادية طبعا ساعدتها، ومحدش كان عارف يتكلم مع البنت اصلا. وهادية قالت لها اطلعي بقى من السايد ويند وكده، وطلعتها. وبعدين لما البنت طلعت جه راجل بتشيرت اورنج، هو ده اللي ساكن في العمارة في الكومباوند وهو صاحبها ودي عربيته، جه المكان ولقاني بتصل ب 122 الشرطة. قال لي لا لو سمحتي ما تتصليش بالبوليس، احنا البنت معهاش اقامة وما بتشتغلش، شوفي تلفيات العربية وانا هدفعها لك. جمع كتر خيره، كلمني على الموبايل وقال لي ابعتي لي لوكيشن، بعت له اللوكيشن وهو كان خلاص جاي في الطريق. قلت قال لي طب ما تتنازل عن المحضر، قلت له انا هبعت دلوقتي للمهندس اللي بيعمل لي صيانه السيادة العربيه. بعت له قال لي التلفيات فيها كذا كذا كذا، هتتكلف من 150 ل 180 او 200 الف جنيه، انا لسه ما كشفتش ده كده بس. ده رقم مبدئي لسه. رفرف يمين، اكسدام امامي، كبوت، الفوانيس، ازاز امامي، دوره ميه كامله، المرايه الجانبيه والشباك الجانبي. وانت عارف دلوقتي قطع الغيار بكام؟ انا بعمل صيانه ال 30000 ل 40000، كل 10000 بتزيد، مره 30000 مره 40000 كده. ده صيانه بس ما فيش قطع غيار، امال قطع غيار هتبقى بكام؟ قلت له انا الراجل قال لي كذا، قال لي مش دافع غير 10000 جنيه. 10000 جنيه من المبلغ الكبير ده؟ ايوه. اه. هي بقى في الوقت ده لما انا لقيت بقى بتكلم معاه وهو بيقول لي مش دافع غير 10000 جنيه والبوليس جاي في الطريق، قامت متهجمه علينا بالضرب وبالشتيمه بابشع الالفاظ. وكاميرات العماره، انا عندي العماره كلها فيها كاميرات، الكاميرات مصوره كل حاجه والجيران صوروها صوت وصوره وارفقتها في المحضر وفي النيابه، وهي بتضربني وهي بتجري على الناس وهي بتعمل للناس اشارات بذيئه بصوابعها مرعبه وهي بتشتمنا هل بكل كانت في وعيها؟ ما كانتش في وعيها، هي كانت سكرانه ونزلت قالت انا ام فيري درانك، وقالت I am very very drunk، وإذا كان اللي هو إذا كان عاجبكم. ودخلت البوليس قالت أنا سكرانة، وراحت عند النيابة قالت أنا كنت سكرانة. هي أيوه البنت كانت في حالة هياج غير طبيعية طب بجد. كان حد بيساعدها حضرتك قلت في البوليس؟ أيوه كان جه، كان في أيوه في عربية بي واي دي بيتي جات، نزل منها راجل لابس سكارف رابطه كأنه بودي جارد، وجه خدها وحطها في العربية، وده أنا مصوراه. وقال لي قلت له انت لو خدتها انا هسجنك معاها، قال لي اسجنيني وصوريني، انا اصلا هعمل فيكي محضر ان انت بتصوريني من غير اذن. في اللحظه دي قامت هي شاتمه بالانجلش ايجيبشن وومن، كل الستات المصريين بابشع الالفاظ، قام كل الرجاله بتوع الكومباوند هاجمين على العربيه وموقفينها، وانت مش خارج من الكومباوند ونزل البنت. الموضوع هي انا قلب شويه يعني مش بقى الشخص خلاص، لا هي شتمت ايجيبشن وومن وده مثبت في الفيديوهات اللي قدمتها. جرت بقى هي عليا، هما بقى بيحاولوا يدخلوها العربيه يزقوها في العربيه، قامت جري عليا زقاني وشداني بقى من شعري ودار جري على هاديه اختي عشان تضربها. وبمهم بقى جه البوليس وخد العربيه بتاعه الراجل تحفظ عليها في الاسم، وعملوا لي محضر اثبتوا فيها انها كانت سكرانه واثبتوا فيها تلفيات العربيه وانها تعدت عليا بالضرب والشتيمه، وخلصوا لي المحضر كتر خيرهم في الاسم بسرعه. وقمت راح على النيابه، وجه المحامي السفاره يضغط عليا ان انا اتنازل عن المحضر، واحنا مش هنديكي فلوس، هاد لو عايزه فلوس يعني هي معهاش فلوس والسفاره مش هتدفع فلوس، واحنا اللي اخرنا ان انت تاخدي الباسبور معاكي ضمانه، تبقى بعد كده تقولي لها ما انتيش اخد الباسبور غير لو دفعتي تصليح العربيه. يعني حتى السفاره مش هتقوم بتكاليف، مش هتقوم بالتكاليف وما لهمش دعوه بيها كمواطنه، لانها بره الاقامه ولانها ما بتشتغلش اصلا في مصر. فتمام انا بقى اعمل ايه دلوقتي؟ لا انت خلاص، طب هنعمل حاجه، احنا نمضي لك تعهد على ورقه بيضه تكتب تكتبي فيه نكتب فيه ان احنا مسؤولين على تصليح العربيه، وبعد كده بعد ما نخرج من الاسم نبقى نصلحها لك. قلت له تعالى وده اعمل بيه ايه؟ هي واحده اوكرانيه ومعاها الباسبور، هتخرج على اي دوله في اوروبا وما عندش هعرف اجيبها، والباسبور هي لو خلاه وانا خدته منها وده غير قانوني وانا مش هعمل حاجه غير قانونيه، وحتى لو خدته منها هي تعرف تروح السفاره وتطلع وثيقه سفر وتخرج. انا مين؟ هي فعلا شتمت الامن والشرطه يعني وكده. هي مش مدركة هي بتتعامل مع مين من السكر، هي شتمت كل
اللي في الشارع، حالة السكر والإدمان اللي هي فيها، شتمت كل الناس وتعدت على كل الناس وحاولت تهجم على كل الناس. هي ما عملتش خطوط حمراء لحد، هي كانت في غير وعيها. حدث في النيابة بقى والتحقيقات، النيابة هو خدني وسألني وقال لي أقوالك إيه، وقلت أقوالي ومضيت عليها، وقلت إن أنا عايزة تعويض بالحق المدني. قالوا لي لازم ترفعي قضية بره النيابة إنك عايزة تعويض بالحق المدني المؤقت، فمفروض إن أنا دلوقتي هروح لمحامي عشان يتابع القضية عشان أحاول آخد أي فلوس من المصيبة اللي أنا فيها دي، لأن السفارة لا هتدفع ولا انا عارفه اوصل لحد، ولا والولد اللي كان صاحب العربيه هرب اختفى، هي نفسها مش عارفه توصل له، ساب العربيه في اسم التجمع الاول ومشي. طبعا هو ما كانش سايقها. ايه الحلول؟ قال لي هتاخدي قرار النيابه وتتبعي رقم المحضر وتوكلي محامي يرفع قضيه بالحق المدني ويطلب تعويض وبس. يعني كان كل الموضوع بروسيس. انا كنت متخيله ان انا هاجي النيابه هيقول لك بقى بنت اوكرانيه شتمتهم وكسرت العربيه ادفعوا التكليفات ومش عارف حاجات من دي، ما عادي حاجه روتينيه وهنروح بقى المحكمه، ده الحل اللي قدامي عشان اعرف اخد اي فلوس، لان هم قالوا لي مش هندفع فلوس. هل هي هتترحل ولا لا؟ هو النيابه بتقول انها هتترحل، والبوليس في اسم التجمع الاول والضباط قالوا لي انها هتترحل. طب هتترحل لان هي كده عليها كذا قضيه، سب وقصف وتكسير عربيه وده حق مدني وسكر وقيادة بدون رخصة. هي قمتها فعلا منتهية؟ منتهية من أكتر من 3 شهور. طيب هي هل هينفع إنها تترحل قبل القضية ما تخلص؟ لا، هما بيقولوا إنها بتقعد حوالي أسبوعين في القضية في المحكمة على ما يخلصوا المواضيع بتاعة الجواز السفر والبروسيس الموجودة دي. أنا بقى مش فاهمة هما هيجيبوا لي الفلوس منين؟ التعويض هاخده من مين؟ أنا مش فاهمة. السفارة الأوكرانية بتقول إنها مش طرف، والبنت بتقول أنا مش دافعة. طب هي السفارة يعني إيه اللي عملته؟ إيه اللي قدمته لحضرتك؟ ما قدمتليش أي حاجة غير إنها جابت محامي قالت لي تنازلي. المحامي ضغط على حضرتك ولا؟ قال لي ضغط عليا، قال لي مرة أنت مش هتستفادي حاجة لما ترحليها، مش هتستفادي حاجة لما هي تمشي من البلد، أنت هتخسري إيه يعني لو سبتيها قاعدة في البلد وبعدين نبقى ناخد منها الفلوس بطريقتنا؟ نكتب عليها تعهد. المبلغ الكبير ده مين هيدفعه؟ مفيش أي حاجة اتقدمت لي من السفارة غير إن هم عايزين يتنازل وبس، وبدون مقابل، من غير ما يدفعوا حتى لا الحق المدني في ضربي والسب والقصف والشتيمة اللي عملتها فيا، ولا الحق المدني في تكسيرها للعربية وجريها في كومباوند سكني بالسرعة دي وتركب فوق عربيتي تكسرها لي، ولا كل اللي حصل. الفيديو من خلال يعني موقع تحرير مصر، شفنا الفيديو العربية يعني هي في طريق عادي، بس هي طلعت في العربية ما كانش في حد معدي في الطريق تماما، يعني وصف الفيديو كده ما كانش في حد معدي. ده شارع 5:30 الفجر، الناس نايمين راكنين عربياتنا تحت البيت ونايمين. وهي كانت ماشيه تجري ورا الولد اللي بعربيه بيضة، والولد اللي عربيه بيضة كتر خيره اداني رقم موبايله وعنوانه وقال لي لو عايزاني اشهد معاكي في النيابه ضدها. انا ماشي وراها من طريق السويس وشفت هي عملت ايه. تمام. يعني هو اصلا كان ماشي معاها حد او كان ماشي وراها حد وعارف ان هي؟ قال لي انا شايفها وهي ماشيه بالعربيه من طريق السويس لطريق الرحاب لحد ما عدت قدام من جوه قدام مديريه الامن لحد ما دخلت الكومباوند، والجيران كان في بنتين قاعدين في البلكونه وصوروها وهي ماشيه تتجنن في الكومباوند. فعلا ما كانتش وعيها. ما هي ما كانتش وعيها، قالت انا سو درانك مش فارق معاها، وقالت في الاسم انا سو درانك، واثبت في المحضر انها سو درانك. بس هل تحب تضيف اي حاجه ثانيه؟ هضيف ايه؟ مفيش، مش عارفه اصلا المفروض واحد يعمل ايه. طلعت ترند واكيد شفت رده الفعل المصريين كلهم. اتمنى بس ان حقنا يجي، يعني ان شاء الله. اتمنى مش حقك بس، ما يبقاش هي تيجي في بلدنا وتعيش في بلدنا وتاكل من اكلنا ومن شربنا ونتبهدل، والسفاره بتاعتها كمان تتخلى عنها وتبقى بالنسبه لهم عادي ان مواطنه اوكرانيه تدخل تعمل كده فينا وفي الناس. يعني الصراحه انا ما شفتش كده. بشكر حضرتك جدا. يعني شكرا. ميرسي. ميرسي. شكرا.